صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 49 لسنه 2024 بتعيين مدراء في هيئه الكهرباء والماء وذلك بناء على عرض وزير شؤون الكهرباء والماء جاء فيه يعين في هيئه الكهرباء والماء كل من السيد عقيل علوي محفوظ شبر مديرا لاداره تخطيط ومشاريع الكهرباء. السيدة وفاء علي الهرمس الهاجري مديرا لإدارة المشتريات والتجهيزات السيد محمود رضي أحمد القميش مديرا لإدارة الخدمات العامة والمخازن المركزية السيد أحمد نجيب أحمد الجامع مديرا لإدارة خدمات المشتركين السيد يوسف سميح عبد الله الخان مديرا لإدارة العمليات المالية السيد هاني سلمان حبيل النجار مديرا لإدارة الحلول الرقمية